يو صباح الخير يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأتمنى أنكم تبتسمون كل يوم، ومرحبا بكم في فيديو جديد. لكن قبل بداية هذا الفيديو أتمنى منكم أن تقوموا بالاشتراك بالقناة لتتوصلوا بجديد الفيديوهات وفعلوا زر الجرس، وأيضا كل ما أطلبه منكم وهو أن تقوموا بدعمي وذلك بمشاهدة الفيديوهات السابقة، فكلما رأيت نسبة مشاهدات كبيرة على الفيديوهات كلما تحمست أكثر، وهذا سوف يحفزني لكي أقدم لكم المزيد من الفيديوهات. سواء أصدقائي دعونا نمر الآن إلى درس لهذا اليوم، وهو طريقة تحميل تطبيق من على جوجل بلاي ستور. فكلنا نواجه أحيانا عندما نريد أن نقوم بتحميل تطبيق معين يقول لك this item isn't available in your country، يعني هذا التطبيق لا يوجد بالبلد الخاص بك، أنك لا يمكنك أن تقوم بتحميله لأنه بكل بساطة لا يدعم بلدك، يعني لا يمكنك تحميل هذا التطبيق من البلد الذي تقطن به. وبالتالي سوف نقوم الآن بحل هذه المشكلة بطريقة جد بسيطة وسهلة جدا، ولا تحتاج لا روت ولا تحتاج أي شيء. سواء أصدقائي كل ما سوف تحتاجه هو هذا التطبيق الذي سوف أتركه لك أسفل الفيديو في الديسكريبشن. سوف تقوم بعمل كوبي لإسم هذا التطبيق، يعني قم بعمل له كوبي باستعمال هذا التطبيق، أو قم بتذكر اسمه، يعني قم بكتابة الاسم على ورقة إذا كنت سوف يعني تخطئ بتذكر الاسم. بعد ذلك سوف نقوم بتحميل تطبيق APK Pure. سوي أصدقائي سوف تقوم بتحميل تطبيق APK Pure، سوف أترك لك رابطه أسفل الفيديو في الديسكريبشن، يعني APK Pure أو بور. على كل حال سوف تقوم بتحميله. هذا التطبيق يوفر لك عدد كبير من التطبيقات والألعاب، هناك عدد كبير جدا جدا من الألعاب، يعني ألعاب الأكشن، هناك عدد كبير جدا. سوف تعشق هذا التطبيق لدرجة كبيرة جدا، أنا يعني لا أستطيع العيش بدون هذا التطبيق، يعني دائما ما أحمل الألعاب من هذا التطبيق، يعني التطبيق الروعة. هنا من خلال هذا التطبيق يمكنك أن تقوم بتحميل التطبيقات، يمكنك أن تقوم بتحميل الألعاب، ويمكنك أن تقوم بعمل الكثير من الأشياء. سوف نقوم الآن بالبحث عن اسم التطبيق الذي نريد أن نقوم بتحميله. بعد ذلك كما تشاهدون لقد عثر لنا على التطبيق، لاحظوا معي نفس الصور نفس الاسم نفس كل شيء، لاحظوا معي بالنسبة لصور التطبيق يعني كل شيء. تقوم بالضغط الآن على زر install بحيث يتم تثبيت هذا التطبيق. الآن سوف نقوم بالانتظار يعني لبضع ثواني لكي يقوم بتحميل التطبيق. إذن يا أصدقائي كما تشاهدون لقد تمت عملية التحميل، والآن كل ما عليك هو أن تقوم بتثبيت التطبيق كما سوف تشاهدون معي يا أصدقائي. سوف نقوم بفتح التطبيق بعد أن ينتهي من التثبيت لكي نتأكد فعلا هل التطبيق يشتغل أم يعني لا يشتغل، يعني سوف نتأكد 100% أن العملية شغالة. سوف نقوم الآن بفتح التطبيق، وكما تشاهدون يا أصدقائي التطبيق يعني شغال 100%. سواء أصدقائي هذه كانت أسهل طريقة لحل هذه المشكلة، يعني طريقة بسيطة جدا. سوف تجدون روابط التحميل أسفل الفيديو في الديسكريبشن، وألقاكم يا أصدقائي في فيديو جديد. Peace.